وجب الشكر علينا مدى لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا مدى لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر بسم الله الرحمن الرحيم. إحسان من المدينة. إحنا كنا سوينا إحسان من الحرم السنة الماضية وكان محصور على الحرم المكي فقط، فقلنا نوسع الموضوع من الحرم المدني إلى إحسان من المدينة المنورة بشكل عام، ويكون في جزء اللي هو إحسان من الحرم النبوي في الأمور اللي ما غطيناها في الحرم المكي، فقلنا نغطي الموضوع ونشمله كده بشكل عام كإحسان من مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم. نبدأ بموضوع الذهاب أصلاً للمدينة المنورة، مشروع جميل جداً ما صار له سنة الآن، وهو قطار الحرمين، أكبر وأسرع قطار كهربائي في الشرق الأوسط. طيب حماس، أنا أول مرة أدخل إن شاء الله. ما شاء الله شيء مرتب وجميل. القطار فيه خدمات واي فاي مجاناً، ففي كهرباء للشحن وفي سماعات. طبعا موضوع النظافة والتنظيف مرة مهم، مش بس الكراسي وكده، الأرضيات تنظف كل يوم، وفي طبعا خدمات أكل كيترينج. في سحلب؟ لا يلا زودوا سحلب على المنيو. مسار القطار 450 كيلومتر، 5 محطات، والطاقة الاستيعابية 60 مليون راكب سنويا. اطربني. فممنوع التدخين بالمناسبة، على سيرة الانونسمنت. له فائدتين، الفائدة الأولى توفير الوقت، لأنه الواحد لو حيروح من مكة المدينة بالسيارة تقريبا 4 ساعات 4 ساعات ونص، بالقطار 3 ساعات. والفائدة الثانية والأكبر الفلوس، أرخص. لو الواحد حياخد تاكسي تقريبا 500-600 ريال من مكة المدينة، بالقطار 150 ريال، يعني ربع السعر. هتلاحظوا على كل باب في موظف واقف استقبال للناس، وهي حتدخل يخدموهم لو عندهم أسئلة أو أي شيء. ما شاء الله شباب وبنات. أيوة شباب وبنات. أنا أوريكم كده صفة سريعة كده سريعة. السلام عليكم. شيء اكتشفناه بالصدفة كده. فهم إيش قاعد يسووا دحين؟ لقيتهم قاعدين يصوروا، في موظف قاعد يصور باقي الموظفين، فحسبت لأنه إحنا هناك يعني وكده ويبغوا صورة تذكارية. بس نبغى نفهم الموضوع، تعال معنا، أنت المسؤول، فإيش الحكمة من الصورة اليومية دي؟ التشيك على الحلاقة واليونيفورم والهيجين، علشان يتأكدوا إنه شكلهم يعني زي ما يقولوا ريبريزنتبل أو مقبول للركاب، فهذه مراقبة جودة أيضاً، شيء جميل. يلا صورة. أهلاً وسهلاً. في موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة. الويلتشير. ايوه في احد اخذه دبو ولا؟ دخل جوا. هذه بتوفروها مجانا؟ اكيد طبعا. وفي موظف ممكن يودي الشخص الى القطار. امور المكفوفين، فاكرين ده؟ ايوه هو ده هو ده. دحين لانه بس المحطة جديدة حيصير اصفر، هذا حق المكفوفين. موضوع التزام بالاوقات. المفروض انه الساعة 8 يطلع، فحنشوف. باقي 5 دقائق، دحين 7:55. فباقي دقيقتين، باقي دقيقة. ايه ما شاء الله، 8 تمام.
8. القطار 8 يعني 8. الله يوفقهم وبالسلامة إن شاء الله، رحلة سالمة غانمة. الآن وصلنا إلى المدينة المنورة عبر القطار أو أي وسيلة أخرى. خلينا نرجع إلى البدايات، 1440 سنة إلى الوراء وتأسيس المسجد النبوي. عمركم تخيلتوا مراحل توسعة الحرم النبوي؟ البدايات، المسجد النبوي كيف كان حجمه وشكله؟ بسيط جداً، مساحته 1050 متر مربع، يسع 1700 شخص تقريباً، ومبني من مواد جداً بسيطة، يعني من الحجارة، الطين واللبن، سعف وجذوع النخل. وحنلاحظ أنه من بدايات المسجد في ثلاثة أقسام، كان القسم المغطى للمصلين في الصفوف الأولى، وساحة مفتوحة، وفي خلف المسجد كان مكان أهل الصفة اللي هم فقراء المهاجرين. طبعاً أول توسعة للمسجد النبوي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في العام السابع الهجري تقريباً. المساحة صارت 2500 متر مربع، وصار يسع 4000 مصلي، وبقي المسجد على شكله. دحين نحن متجهين هنا لحجرة عائشة وبيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهنا كان الحجرة والبيت اللي يدخل فيه على المسجد. طبعاً في الروضة الشريفة كل أسطوانة لها قصة سبحان الله، وبعض الأسطوانات مكتوب عليها اسم. مثلاً هذه الأسطوانة، إحدى الأسطوانات هتلاحظوا مكتوب عليها أسطوانة السرير. هنا كان يوضع له السرير صلى الله عليه وسلم أيام الاعتكاف، لما كان يعتكف كان يوضع هنا السرير. الآن آخر أيام حياته صلى الله عليه وسلم اشتد عليه المرض آخر 3 أيام، صلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس. آخر يوم مرضه فجر الاثنين خرج صلى الله عليه وسلم من الباب ونظر إلى الصحابة، رأوه أبو بكر رضي الله عنه كان يبغى يرجع عشان يخليه يقوم، فأشار بيده أن أتموا صلاتكم، ودخل صلى الله عليه وسلم الحجرة الشريفة، وكان هذه آخر مرة رأوه الصحابة رضي الله عنهم. دخل وتمدد على حجر عائشة رضي الله عنها واشتد عليه المرض، وآخر 3 كلمات له صلى الله عليه وسلم هنا: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، وتوفي صلى الله عليه وسلم. عندما توفي صار نقاش بين الصحابة أين يدفن، فقال أبو بكر: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الأنبياء يدفنوا حيث يقبضوا، فقرروا أن يدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها. طبعا سووا القبر على أسلوب اللحد ودفن صلى الله عليه وسلم، والصحابة صلوا عليه فرادى، كلهم كانوا يدخلوا من هذا الباب، الصحابي يصلي ويخرج من الباب الآخر. امتدت الصلاة في رواية يوم وفي رواية يومين كاملين، آلاف الصحابة كانوا يجوا ويصلوا عليه فرادى صلى الله عليه وسلم، ثم دفن. وطبعا بعدها أبو بكر رضي الله عنه دفن بجواره، وعمر رضي الله عنه دفن بجواره. لما دفن عمر، عائشة رضي الله عنها وضعت ستار وتم إغلاق بعدين المكان، وهنا أصبح المكان يسمى بالحجرة النبوية عليه الصلاة والسلام. التوسعة العمرية، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسع المسجد إلى 3600 متر مربع، 6000 مصلي، وعمر بن الخطاب هو أول من وضع الحصى في الساحة في المسجد النبوي، وهذه المنطقة إلى اليوم تسمى الحصوة من أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. منطقة المفتوحة هتلاحظوا أنه في مظلات، وهذه المظلات من ضمن التوسعة تغطي هذه المنطقة علشان الشمس والحرارة، وهذه المظلات أصلاً مشروع ضخم. نشوفه، يلا بسم الله. أنا معك. فطبعاً أنا طلعت معاهم لتنظيف المظلات ونسيت أصلاً أنه أنا عندي فوبيا ارتفاعات. أيوة هذا عالي. وأيضاً المظلات من الأمور الواحد يأخذها من المسلمات، يعني ماشي وشايفها ما عمره فكر أعدادها وأنه في إدارة متخصصة. بس مظلات؟ بس مظلات. كم شخص؟ 160 بني آدم بس مظلات؟ فقط مظلات، صاحيين أكلين نايمين شاربين، مظلات، متابعتها وصيانتها وتنظيفها. يا ساتر.
يا ستار يا رب يا مسهل. اوه هذه مرة عالية. ايوه بسم الله يا ستار يا كريم حياك. هذا الموضوع طلع مرة عالي وحاليا انا مركز عليك ماني قاعد اطول تحت. على مهلك حبة حبة يدي عرقت. بسم الله والله اكبر. تمام هذا قوي ها مو يا بز الاقي نفسك بس ما شاء الله زي ال اجي هنا انا تمام لا اقدم انا ما احب يعني هنا كويس. واو صح كده مظبوط جاني قال لي ترى لما ترش القماش تبعد الرشاش ده شوية 20 سنتي مدروس حتى البعد. تمام تمام. ولو حترش الحديد متر. تخيلوا 3 ساعات بس عشان ننظف المنطقة دي. شكرا يعطيك العافية. شكرا. على مهلك عشان ايش؟ حبة حبة. لا لا فوق مين يا عمي؟ يبغى يطلعني فوق. تمام. وصلنا بسلام. وبعدين يعني قال لي ترى فتحها هذا يعتبر يعني فتحها وقفلها مو اعتباطي. وهي بتتحرك لازم تتابع الرياح لانه في سرعة معينة اكثر من 15 متر بالسكند. لسرعة الرياح؟ لسرعة الرياح المظلة ممكن تكون فيها خطورة وهي بتتحرك فقط. فاحنا ما بنحركها. إلا لازم نتابع مع الأرصاد يا راجل. فكل شيء يعني مدروس وكل شيء محسوب. فأيضا هذا كله من باب الإتقان والإحسان. الآن خلصنا من موضوع المظلات الحديثة نرجع تاني لموضوع التوسعة. انتهينا من توسعة عمر بن الخطاب بعدها في توسعة عثمان بن عفان. عثمان بن عفان رضي الله عنه وسع المسجد وفي تطور عمراني بسيط وهو استبدال سعف وجذوع النخل بالخشب. في العهد الأموي حصل أول تغيير جذري في توسعة الحرم. مواد البناء صارت من حجارة وفسيفساء. المآذن ظهرت 4 مآذن كبيرة. وحنلاحظ أيضاً أنه في التوسعة الأموية دخلت الحجرة النبوية لأول مرة من ضمن التوسعة. في العهد العباسي حنلاحظ اختلاف في الطراز المعماري ليواكب الطراز المعماري للعصر. أضافوا مئذنتين وأضافوا المسبلة في وسط الحصوة والمسبلة مكان للوضوء وشرب المياه. التوسعة المملوكية حنلاحظ أنه أيضاً في تغيير في الطراز المعماري والقبب بدأت تظهر. أول من وضع القبب على المسجد النبوي كانوا المماليك وحنلاحظ أيضاً قبة الحجرة النبوية اللي الآن خضرة كان وقتها لونها فضي. إحنا الآن أمام الحجرة النبوية حتلاحظوا تصميم القباب حنلاحظ فوق تم المحافظة عليها تماماً زي ما هي إلى اليوم حتلاحظوها هنا موجودة. وأيضاً في مئذنة مختلفة عن باقي المآذن اسمها المئذنة الرئيسية من أيام المماليك. ومع توسعة الملك فهد الأخيرة تم الحفاظ على الطراز المعماري للقبب من أيام المماليك ولكن بقبب حديثة وتستخدم فيها التقنية لتحريكها بحيث أنه ممكن يحصل عملية تهوية وإنارة للساحات الإضافية في التوسعة. طبعاً التوسعة الرئيسية بعد المماليك كانت توسعة الدولة العثمانية 10,000 متر مربع 17,000 مصلي. وفي العهد العثماني تم تغيير لون قبة الحجرة النبوية من اللون الفضي إلى اللون الأخضر اللي نعرفه إلى اليوم. دحين نيجي للتوسعة السعودية عدت بعدة مراحل حنلاقي المساحة كبرت. شوفوا مقارنة بالعهد العثماني المسجد النبوي اليوم يسع 500,000 مصلي وطبعاً تم إضافة الكثير من التقنية الحديثة في المسجد. بوابات الحرم النبوي 80 بوابة طول الواحد 6 متر عرضه 3 متر وزنه 2.5 طن يعني سيارتين. قالوا لي أنه ممكن ينفتح بإصبع.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً تخيلوا أنه الأبواب لها إدارة كاملة اسمها إدارة الأبواب. صحيح، لا هي إدارة من إدارات وكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي، تشرف على فتح الأبواب وإغلاقها، تيسير دخول وخروج المصلين، منع الأمتعة والأغراض التي قد تضايق المصلين. تعتبر من أكبر الإدارات في الحرم، أكثر من 360 موظف يعملون على هذه الأبواب على مدار الساعة، فالأبواب مفتوحة 24 ساعة في جميع الأوقات. مرة يعطيكم العافية. والله يعافيك، الله خير، وياك إن شاء الله. أستاذ سعود مدير إدارة الأبواب في الحرم، جزاك الله خير، شكرا على هذا. نخليه ولا نرجع؟ هذا مرة هدية لكم. إحنا هنا في غرفة ألعاب للأطفال. السؤال، ليش في غرفة ألعاب الأطفال في الحرم المدني، في ساحة الحرم المدني؟ هو ده اللي حنشوفه دحين. أهلا وسهلا. لما تلاقي في أفواج ضخمة في مكان، احتمالية ضياع الأطفال واردة في كل مكان في العالم، فعندهم وحدة خاصة متخصصة في التعامل مع ضياع الأطفال. طفلة اسمها نبيلة. اسمها نبيلة. حالات كثير تيجي؟ كثير كثير كثير، خاصة في الويكند بشكل مو طبيعي. هذه بوابة 13، هنشوف الحالة. ايوه هذه هي ابدت. حبيبي شكلك جالسة تبكي كانت. السلام عليكم، كيف حالك؟ سلامات. ايش حصل لك؟ ايش حصل معك؟ اول شيء كانت معي اخواتي في المكان ضيعت. ما عليك، انت مع الشرطه كده. هي ما حصلناها، هم نوديك للبيت. هم هناك مركز هناك. حبيبي حبيبي وصلنا. دحين نلاقيهم ان شاء الله، لا تزعلي لا تخاف، نطلع معاك. مسوين لهم غرفة للألعاب علشان الطفلة، طبعاً الطفلة مربوط مسكينة خايفة طبيعي، يعني قاعدة تبكي كانت. شوفي صورتك دحين، الصورة اللي تصورتيها تعممت في كل رجال الأمن اللي في الحرم، دحين عندهم صورتك. تمام، يلا جاء الوالد. اوكي شوف ما شاء الله السرعة. دا نتكلم معك. ايش التصوير دحين؟ توثيق انه استلم بنته. ايضا عندهم شيء جميل للتقليل من هذه الحالات، الاسورة. بيدوا اسورة للاطفال للي يبغى. الطفل بحطها على يده، فيها رقم الجوال حق الأب علشان لو ضاعت فورا يوفر وقت، الرقم موجود يتصلوا ويجي الأب. وكم عدد الموظفين؟ 7 رجال و8 موظفات على مدار الساعة، وشغالين 24 ساعة على مدار اليوم، شفتات ما بيوقفوا أبدا. ما شاء الله، حياك. حضن عشان أنا أحب الأشياء دي. جزاكم الله خير والله من جد، يعطيكم ألف عافية. طبعا في حرص شديد جدا في عملية نقل ماء زمزم من مكة إلى المدينة، إنه ما يحصل فيها أي نوع من أنواع التلاعب أو الدخول على المياه وتغييرها أو كذا. بالتالي شايفين ده القفل، ده القفل هذا في مكة أول ما يعبوا زمزم بيقفلوه علشان ولا أحد يقدر يتلاعب في الماء إلى أن تصل الشاحنة إلى المدينة. وفي المدينة في مفتاح مخصوص عند المسؤولين علشان يتم فتح الوايت والتعبئة. ولكن قبل التعبئة مع كل شاحنة في مختص بيأخذ عينة علشان يأخذها على المختبر، وفي المختبر يتم التأكد من سلامة المياه أثناء نقلها من مكة للمدينة، ثم يتم تفريغ المياه في 4 خزانات ضخمة تحت الحرم. وبعدين من الخزانات يتم تعبئة 7000 حافظة بمياه زمزم
250 طن يتم نقلها من مكة للمدينة المنورة في المواسم، يتم توزيعها في المسجد النبوي وخارج المسجد. وطبعاً من ضمن الحرص الشديد على أمور السلامة والصحة دائماً لازم اللي بيعبوا قفازات وكمامات. من ضمن التحسين المستمر أيضاً إدارة السجاد. الحرم النبوي فيه 16,000 سجادة، كيف يتم إدارتها؟ بدا الهاند هيلد. الآن السجاد في الحرم كله، كل سجادة عليها باركود بيقول لي أنه يتم تعقب دورة حياة السجادة منذ ولادتها ودخولها المسجد الحرام إلى وفاتها وخروجها. فهنا الباركود، هذه القطعة تفضل مع السجادة من أول ما تدخل الحرم إلى ما تخرج. يقدروا يعرفوا السجادة موجودة فين ومتى تنظفت ومتى لازم تتنظف مرة تانية، كله بشكل أوتوماتيك وشكل آلي، للمساعدة أيضا في الإحسان في إدارة السجاد. قسم كامل بالمناسبة في الحرم لإدارة السجاد، فالسجاد قسم تحت إدارة كاملة اسمها إدارة التطهير. يا سلام يا سلام، الله أكبر. اللي بيحصل في الحرم بشكل دوري سفر الإفطار. إحنا الآن في الحرم النبوي ونشوف الكرم حق أهل المدينة اللي امتد مئات السنين. على طول كل اثنين وخميس. كل اثنين وخميس. وأيام البيض. أيوة. مين مسؤول عنها السفر هذه؟ أهل الخير. إيش بتسوي أنت؟ أشتغل ووزع ال أصفر حتى صفرة. أيوة. وأوزع الأكل عليها عشان بعدين نجيب ناس عشان يجلسوا عليها. شيء جميل يجسد ثقافة موجودة ومنتشرة في المدينة وفي أهلها. من متى بتسوي الموضوع ده؟ والله الحمد لله له يمكن 25 سنة. لها سنين، عمر عمر أباءنا وأباءنا. كم عمرها السفرة؟ أكثر من 20 سنة. ما شاء الله. الله أحسن. قل لي. 40 سنة، 35 سنة. الله يزيدك. 70 كمان سنة أبوي الله يرحمه، وجدي كمان الله يرحمه. ما شاء الله. لا يمكن ولا 100 سنة. إيه. من يوم أنا قصدي أنا عمري 75. من يوم أنا أجيب معايا التمرة. واجيب الشريكة، دو الشريكة الكعكة معايا لازم يجي، شايف كيف؟ ويتلموا هنا، كانت أيامتها دواري، ما في موية، ما في ثلاجات، دور صغير كده تبخر وكل مجموعة تبخر الموية. طبعاً موضوع السفر والكرم المديني هذا له جذور من فكرة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار اللي من 1440 سنة تجده إلى اليوم متجسد في فكرة سفر الإفطار. شوفوا الامتداد ما شاء الله، كله ما شاء الله تبارك الله. أنا كنت محسب صراحة أنه أي أحد يبغى يحط سفرة يحط سفرة، فطلع لا، في تنظيم لازم تأخذ تصريح بطاقة خدمة إفطار لأيام الاثنين والخميس، رقم البطاقة كذا، رقم خدمة، باب الدخول كمان لازم يحدد لك باب الدخول، يعني ما تدخل من أي مكان. بعدين عدد الصائمين كمان، يعني يفطر كم صائم، في عنده عدد محدد. تاريخ الصلاحية سنة، مدة يتجدد كل سنة الظاهر. والتصريح بيحدد لك بالضبط إيش ممكن تدخل، كم تمرة تقدر تدخل، كم شريك، كم قهوة، كم شاهي. الله أكبر الله أكبر. بعدين الأكل لا يرمى، لاحظت كمان التمر الباقي الشريك كله بيتحط في أكياس وبعدين توزع على الناس، فما في هدر للأكل، وهذا شيء مرة جميل. نشوفوا دحين كيف حيصير تنظيف وترتيب الموضوع خلال دقائق قبل الإقامة. كلنا نعرف المغرب بين الأذان والإقامة الوقت أصلاً ضيق يعني. وبعدين الأكياس فوراً العمال عندهم نظام يروحوا يحطوها في الممرات في عربات كبيرة وبعدين تخرج خارج الحرم. دقيقتين بالكثير كله خلص. 5300 سفرة في المسجد النبوي، الوجبات يومياً 122,000 وجبة، في الشهر 3,600,000 وجبة. الحرم النبوي والحرم المكي من أكبر عمليات الإطعام في العالم. الحرم النبوي في تحته عوالم المكيفات، عدد من وحدات تحكم، الكثير من الأمور. من ضمن هذه العوالم عالم المواقف، الطابق الأول تحت الأرض والطابق الثاني تحت الأرض. المواقف هذه سعتها 4,300 سيارة، يعني لو قلنا 4 أشخاص في السيارة يعني تخدم 20,000 إنسان. بالمناسبة هذه واحدة من أرخص المواقف في العالم، مع أنها منطقة ذروة يزورها الملايين، ومع ذلك تعرفوا كم سعر الساعة؟ ريال. أيضاً في خدمة التطبيق ممكن الواحد يدفع عن طريقه
وبعدين لما يجي يطلع اوتوماتيك ويطلع على طول من المواقف بالباركود. ابغى اسالك سؤال ممكن؟ مين عثمان طه؟ مين عثمان طه؟ ما تعرف عثمان طه؟ مهندس اتوقع. مهندس لا. مو شاعر؟ الشاعر لا مو شاعر. هو بيهندس امور اخرى بس مش معماريه. So who is عثمان طه؟ او مسؤول. هو عنده مسؤوليه ضخمه جدا يعني، شخصيه معاصره هو عايش حاليا. شوف يمكن لمحت اسمه في حته. هلا 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 حبيب، اهلا وسهلا. الله يكرمك الله يكرمك، حياك يا ماما. خليك مع احمد الشقيري. ولدك يحبك، مسميك القمر في 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 التليفون. عارفه المعلومه دي؟ نسالك سؤال سريع، تعرف تجاوبي ولا لا؟ طيب مين هو عثمان طه؟ مين؟ عثمان طه. هذا الخطاط المصحف. ما شاء الله، انت ولدك علامه، هو علامه وانت علامه. ترى الواحد بيقرا القران، شوف سنين ما عمري فكرت انه هذا ترى خط يدوي، يعني كنت محسب صراحه انها يعني خلاص كمبيوتر وفونت موجود وانطبع وانتهينا. لا، طلع هذا الخط اللي قاعدين نقراه احنا واحد شخص انسان قاعد خط القرآن كله بيده من أوله لآخره. فالمصحف الشريف، المصحف المدينة المنورة، لما تفتح من الخلف هتلاقي مكتوب بعون الله وتوفيق تم طبع هذا المصحف، وبعدين في الأخير الخطاط عثمان طه. هو ده هنقابله، أول مرة أقابله. بسم الله. السلام عليكم. حيا الله شيخنا، اهلا وسهلا. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. مرحبا. كيف امورك؟ ان شاء الله طيب. الله يكرمك الله يكرمك. عثمان طه، يعني سبحان الله الواحد يشوف هذه على طول كذا مغناطيس يد تقبلها، لانها يد يعني قضت اكثر من 30 40 سنه في كتابه المصحف. كتبت القران بجميع الروايات حوالي 12 نسخه، كل خط يد. والله أنا عشقان الخط، ما يملي التعب، يعني أكتب حتى أتعب، حتى أحيانا أنا أكتب الخط القلم على الأرض. متعة. متعة. أي نعم. الشغف متجسد فيه، شغفه في كتابة المصحف. ما يملي الدنيا كلها، ما يملي، أنا والخط. أنت والخط. بس. عندك طقوس معينة قبل لا تبدأ؟ أنا ما كتبت صفحة من المصاحف اللي كلها إلا على وضوء. هنا. فالمصحف الواحد تقريبا كم يأخذك وقت كتابته؟ كم يأخذ وقت عشان تكتب القرآن الكريم كاملا بخط اليد؟ أسبوعين خط اليد؟ طيب حقك كمواطن أنك تقول شهرين. ستة شهور. سنة ونص. تسعة شهور. ستة أشهر. شهرين. شهر. أسبوعين لا صعبة، أسبوعين شغلة. How long do you think it takes to write the مصحف؟ 2 years. 2 years. يلا مين يفوز فيكم؟ انتوا الثلاثة. تحدي بينكم. سنتين. سنة. 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 سنتين. 3 سنوات. 3 سنوات. اي نعم. عمل يومي. عمل يومي. الحمد لله. بالنسبة لكتابة القرآن، يعني الإنسان المؤمن اللي يؤمن بالدين وبالآخرة ويؤمن بوجود الله، القرآن مخيف. صعب. صعب. يعني خاصة عندك وصف الجنة وصف النار. وصف الجنة مرتاح، أنا بحب أنه ما تخلص الآيات، يوم تجي على جهنم وعذاب جهنم وكذا كذا كذا شوي دي بترجو. سبحان الله. بعرق. أنا عادة ما بعرق ولا بحس على حالي. شيخ عثمان دحين في يعني اللي حيشوفوا اللقاء ده يمكن ملايين مسلمين، فإيش تحب تطلب منهم لما يقروا القرآن؟ يدعوا لي يعني يحفظ لي عيني وجوارحي مشان أكمل عملي وعمري يتقدم كثير الحمد لله. أنا الآن تجاوز 85. إن شاء الله. الله يطول في عمرك في البركة والخير. ربنا يحميك من كل شر. آمين. ربنا يسترك دين ودنيا وآخرة، يسترك يستر عيالك. ربنا يوفق أولادك، يحفظ زوجتك، يهزي المحبة بيناتكم. الحمد لله رب العالمين. الله يكرمك. الله يخليك. تسلم يا شيخ. الله يفتح عليك إن شاء الله. أول خطوة في طباعة المصحف هي الكتابة اليدوية.
بعدها يتم تحويل المخطوطة اليدوية إلى مخطوطة رقمية أو ما يسمى بالنسخة الديجيتال. المخطوطة الرقمية توضع على صفائح معدنية بمعدل 8 صفحات في الصفيحة الواحدة. الحين يبدأ إيش؟ دخول الورق في العملية. 950 كيلو وزنه مع الأخ سمير خبير الرولات. هنا؟ هنا. أيوة أنتش يدي. طيب حاضر أتشنا يدي. تمام إن شاء الله. كيف بس ال... أنا نسيب الأخ سمير يسوي شغله. هذا هو الورق حق المصحف. طبعاً هذا ورق خاص بمعايير خاصة ولو بصمة، يعني زي تعرفوا العملات عشان موضوع الأمان وما يكون فيه أي نوع من أنواع التزوير ولا شيء. ورق خاص لو بصمة. تمام. أيوة هذا. ضغطة. أول شيء خاص. بعد. بينزل ده ولا؟ خربنا الجهاز. قلت لك أنا مالي ومال له. خربنا. يمكن ما اتفتح. أي لا هذا كويس ممتاز. يلا تمام. الحين هيروح الورق الرول ده هيروح على بداية خط الإنتاج اللي هو هناك ده. من الصفائح المعدنية يتم الطباعة على الأوراق اللي جات من الرولات الكبيرة في بداية خط الإنتاج. هنا الرول يتم تقطيعه من 4 إلى 2 إلى 1. لسه ما صار الصف واحد تحت. المنتج النهائي لهذه المرحلة الملزمة. البكرة اللي شفناها تطلع 28,000 ملزمة، 900,000 صفحة من صفحات القرآن تذهب إلى هذا فريق المراقبة الأولية، بيأخذ عينات عشوائية من خط الإنتاج. تخيلوا كل كم؟ كل دقيقتين بيسوي عملية تدكيس علشان الختم يتأكدوا أنه بيسوي الموضوع ده. مراقبة عامة وأولية لأوراق المصحف. الباكت الواحد فيه 700 ملزمة. الآن نيجي لمرحلة تجميع الملازم وتخييطها يصبح مصحف. هذا دحين مصحف كامل. يجي عند المراقب أو المدقق ويقوم بعملية الختم. هتلاحظوا المصاحف كلها فيها ختم من وراء، خاء وبعدين رقم. فمثلا هنا خاء والرقم. الرقم ده هو رقم تعال رقم رجلة. حافظ رقمك؟ كم رقمك؟ 224. عشان لا سمح الله إذا في خلل يعرفوا مين المراقب على هذا المصحف. المصاحف دي تروح للطبلية. الطبلية فيها 1100 مصحف تقريبا. الآن تم تركيب ما يسمى بالقميص، الصفحة الأولى والأخيرة في المصحف والغرف. وآخر مرحلة في الإنتاج مرحلة التغليف. وهنا آخر خط الإنتاج، مصحف مكتمل. الطبالي فيها 1435 مصحف. هل خلصنا؟ لا، لسه هذا كله لازم يروح لمراقبة تأكيد الجودة. 380 موظف، شوفوا كيف كلهم جالسين، كل واحد قاعد يراجع عدد. وهؤلاء أيضا لما نخلص هتلاحظوا في الختم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف تأكيد الجودة. فحتى على مراقبة تأكيد الجودة في مراقبة. طبعا المجمع بيطبع ترجمة القرآن ب 76 لغة. كل سنة تقريبا 20 مليون مصحف ومنتج بيخرج من المجمع. طبعا الزوار كثير، أكثر من 2000 واحد بيزوروا المجمع ده كل يوم. وهم خارجين كل زائر يحصل على مصحف مجاني يقدم له من المجمع. فأيضا هذه خدمة جميلة يختم بها زيارته. شكرا لك. شكرا. السلام عليكم. السلام. مشروع جميل اسمه نفق المشاة. فهم عملوا في المدينة المنورة لمساعدة المشاة للذهاب للحرم. 4 أنفاق سووا تحت الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا لتسهيل حركة المشاة، بحيث الواحد لو يبغى يروح للحرم ممكن يروح تحت الأرض فيوفر وقت وما يضطر يمشي في الشارع. هنسوي تجربة ونجيب الأستاذ حمدتو. يا حمدتو ايش كيري؟ هلا. طيب ايش رايك نتسابق مع بعض؟ انا اخذ النفق وانت تاخذ الشارع ونشوف مين يوصل اول. نسوي كده حركات حقت ايام زمان. طيب.
ماشي يا شقيري، حمدته. أول 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 تعليق أنه مكيف على طول، مكيف واضح. ثاني تعليق على طول قبل ما ندخل حتى، أنه في واي فاي مجانا. صلوا على خير الأنام. إحنا الآن تحت الأرض، فالواحد ما يضطر أنه يطلع فوق فوق في الشوارع. أوبا، هذه فيها نزلة تحت والله، هذه حركة يعني. طيب ماشي، مغامرات هذه من جد. طبعا أنا أظن إحنا وصلنا كده، يقطع الشارع العام دحين، فيعني موضوع ما هو حتى من ناحية السلامة. فإيش رأيكم يكون وصل الشقيري ولا إيش سوى بالضبط؟ يا أهلا وسهلا. طيب الموضوع ما شاء الله سريع، أخذ دقيقتين. هو النفق تقريبا 500 ولا 600 متر، والآن رحلة البحث عن حمدته، نشوف كم حياخد وقت. إيه شقيري، شقيري حمدته فينك يا هو؟ هلا هلا، تعبتني معاك. كم أخذك وقت؟ أنا أخذني دقيقتين، أنا 10 دقائق. المهم المرة الجاية أخذني معاك. ليش شغل التعب ده؟ دائما ملعبك انت، الله يهديك. نرجع سوا، ايش رايك؟ تبغى نرجع هنا؟ يلا ماشي نرجع سوا. اهلا وسهلا. وماله؟ وعلى يمينه. لكل حضارة إرث. متحف المدينة. من ضمن الآثار اللي موجودة في متحف المدينة ده، ايش تتوقعوا ده؟ قوس منسوب للصحابي سعد بن أبي وقاص، ومكتوب عليه المقولة اللي قالها صلى الله عليه وسلم له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. أيضا من المعارض الجميلة في المدينة المنورة معرض القرآن الكريم، يزوروا آلاف الناس يوميا، وفي أشياء كثير طبعا، ولكن في شيء جميل تخيلوا، في وحدة جلست 32 سنة من باكستان تخيط المصحف، يعني تكتب المصحف بالخياطة، وأوقفته للمعرض. يظهر برضو حب المسلمين لكتاب الله في كل مكان، شرقا وغربا. طبعا المدينة المنورة غنية بالمناطق الأثرية والتاريخية، ولإبراز هذه المناطق في مشروع جميل اللي هو ده، اسمه الحافلة السياحية، بيعدي على 16 معلم سياحي في المدينة المنورة: غزوة الخندق، مسجد القبلتين، قباء، سكة الحديد حقت الحجاز القديمة، وغيرها من المعالم، عشان الناس يجوا يزوروها ويشوفوها. وفي الجلسة الحلوة دي اللي هي على الهواء الطلق لما يكون جو جميل، خدمة جميلة بوفروها هنا، خدمة الإرشاد السياحي ب 16 لغة مختلفة تشرح الأماكن اللي حيزوروها. كل زائر بيحط سماعات ويختار لغته، وفي لغة كمان، لغة إرشاد للأطفال، لغة مبسطة باللغة العربية. في واي فاي مجاني، وفي يعني سواقين لابسين كرافتات. نعم نعم. ماذا لو مطرت أو الشمس كذا كانت قوية؟ احنا دحين رايحين على واحد من اهم المعالم السياحيه في المدينه المنوره، ورانا هنا اللي هو، ايش تتوقعوا اللي شايفينه دحين امامكم؟ جبل احد، جبل الرماه، وموقع غزوه احد والشهداء. ما شاء الله تبارك الله، المدينة المنورة مكان عالمي، هتشوف الزوار من كل الجنسيات، أكثر من 1 بليون مسلم تعني لهم هذه الأماكن الكثير، لأنه هذه بداية حضارة، من هنا البدايات. طبعا المكان أهم يعني مكان فيه هو الشهداء، 70 من الصحابة مدفونين هنا. وطبعا الحديث النبوي: فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم مسلم إلا وردوا عليه السلام إلى يوم القيامة. الواحد لما يقول السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. استشعر أن الصحابة بما فيهم حمزة يرد عليك السلام. من المعالم المهمة جدا في المدينة أيضا البقيع. البقيع هو المكان اللي اختاره صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد النبوي ليكون مقبرة للمسلمين. هنا دفن 10,000 صحابي: عثمان بن عفان، فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وغيرهم كثير. ملايين من المسلمين دفنوا هنا عبر 1440 سنة. البقيع يعتبر أقدم مقبرة تعمل إلى الآن. البقيع طبعاً نظام الدفن فيه هو نظام اللحد، أنه يتم حفر حفرة وبعدين على الجانب المطل للقبلة يتم عمل فتحة ووضع جسد الميت فيها على جنبه الأيمن، ثم إغلاقها بالطوب وبعدين حث التراب والدعاء للميت. معلم آخر مهم في المدينة المنورة وله أثر إلى اليوم باقي، وهو بئر عثمان بن عفان رضي الله عنه. واحدة من أقدم الأوقاف الموجودة في العالم اللي إلى الآن تعمل، وقف بئر عثمان بن عفان أو ما يعرف ببئر روما. عثمان بن عفان رضي الله عنه اشتراه ب35,000 درهم وأوقفه للمسلمين. إيش يعني وقف؟ يعني حبس العين والتصدق بالمنفعة. فهذا البئر ملك صار لله. تخيلوا يعني بئر عثمان رضي الله عنه من 1440 سنة قاعد يسقي الناس وقاعد يسقي النخيل، دعوة لكل المشاهدين أنه يستحدثوا أو يفكروا كيف ممكن أنا أوقف. اليوم الوقف صار سهل، من ذلك في وقف النخيل في المدينة. وقف النخيل لرعاية أيتام المدينة، عدة أراضي مساحتها 1,200,000 متر مربع، هدفها دعم 14,000 يتيم من أيتام المدينة. هدفهم أنهم يزرعوا 100,000 نخلة، إلى الآن زرعوا 5,000 نخلة. طيب، فإحنا مع الأخ محمد هنا، كيف حالك؟ حنزرع نخلة ونوقفها. يلا بسم الله. خلاص كده؟ طبعاً اللي حابب يكفل نخلة، النخلة تكلفتها 600 ريال تغطي زراعتها وصيانتها بالكامل. الدخل اللي يجي من النخل، التمر وغيره، يذهب لرعاية أيتام المدينة. فوقف النخلة لما الواحد يوقف ب 600 ريال نخلة معينة بيقدموا له شهادة تشهد جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام منطقة المدينة المنورة بأن فلان الفلاني قد تصدق بنخلة. طبعا النخلة متوسط عمرها تقريبا 50-60 سنة، ولكن النخلة بتولد، بيطلع منها ما يسمى الصنو. شايفين الصنو هذا؟ وهذا الصنو يزرع ويصبح نخلة أخرى. فأنت بتتكلم على وقف لمئات السنين ممتد، ورايح لمين؟ لأيتام مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللي حابب أنه يوقف وقف نخيل نخلة كده في المدينة يدخل على الموقع، ممكن أونلاين التبرع، وحيرسلوا لك صورة النخلة حقتك. وهذا مشروع لنا إحنا المذنبين الصالح، اللي هو يعني الحمد لله ربنا فاتح عليه، يعني لو سوى كده هو يعتبر رفع في المقامات، بس المذنبين إحنا نحتاج تكفير سيئات. ومن وسائل مغفرة الذنب الصدقة، تطفئ غضب الرب وتقي من مصارع السوء. فدعوة للكل المذنبين والصالحين، أرجوكم استغلوا شهر رمضان في فكرة الأوقاف، سواء هذا المشروع أو غيره. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله على آخر رمضان البار ده حق في الموقع يتكمل، يتقفل كده لمئة ألف نخلة بإذنه تعالى. يلا اهتموا فيه، الله خليكم. في أحد المفكرين كان يقول: لا ينبغي للإسلام أن يحبس في المساجد. في المدينة المنورة فيها من الإحسان الشيء الجميل خارج نطاق المسجد النبوي، من ذلك مثلا مركز الخدمات الحكومية الشامل. إيش ده؟ هذه فكرة جديدة أول مرة تطبق في المملكة. هذا مركز فيه 11 إدارة حكومية تقدم خدمات للمراجعين من نفس المكان. طيب، أول ما الواحد يدخل استقبال، في هنا جهاز
بدي كل الوزارات اللي موجودة اللي فيها خدمة للمكان ده. فعندنا الأمانة، وزارة التجارة، الإدارة العامة للمرور، وزارة البيئة، الخدمات الذاتية، الجوازات، وزارة العدل، وزارة العمل والأحوال المدنية، الغرفة التجارية، الدفاع المدني، مؤسسة العمل التقاعد، والأمارة، كله هنا. يعني زي كده one stop shop مول. طيب فشوفوا ولاحظوا كده التنسيق، كل شباك عبارة عن وزارة مستقلة تقدم خدماتها للمراجعين. وأنا أفتكر زمان ممكن يقضي يوم يومين ثلاثة كاملين فقط قاعد ينطنط بين وزارة ووزارة. الآن أنت بتروح على مكان واحد أكثر من 80 خدمة تقدر تسويها في هذا المكان. يعني أنتوا نواة حسنة من مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، نواة إحسان، سعيد جدا أنها طبقت أول مرة في المدينة، يعني نشأت هذه الفكرة من المدينة المنورة. أتمنى إنه هذا المركز فكرته تعمم وتطبق في كل مدن المملكة وفي كل مدن العربية الحقيقة، أنه يكون في دائما مراكز تساعد المراجعين وتوفر عليهم الأوقات. أدينا كده الجلسة المفروض نربع ولا ما في تربيع؟ هو المركز. المركز، يا سلام. هذه الجلسة المدينية التقليدية. أهلا وسهلا. هذه حاجة كانت موجودة في المدينة، اسمه شربيت. شربيت الشربة، وهو مشروب مديني تقليدي من ماء الورد وشوية رمان. بسم الله. رهيب ما شاء الله، مرة رهيب كده. طعم يديك هو بارد في كاسة من نحاس بالشكل أيضا التقليدي. الله يكرمكم، كل شربيت وانتم بخير. يقول يا سيدي شاهين يا شربيت، يا خير قميرقا يا أهل البيت، يا خير قميرقا يا أهل البيت. ستة البيت تعطينا، ستة البيت تعطينا. خلاص حنسلم، أنا رايح، مع السلامة. خلاص تعرف تغني زي ما سوى؟ قولي معي، خير قامر قاي أهل البيت، خير قامر قاي أهل البيت، أما تواب ولا جواب، أما تواب ولا جواب. هلا هلا. طبعا زي ما دائما أختم، أي كلمة أو معلومة غلط قلناها في الفيلم فهي يعني مني ومن قصورنا البشري وغير مقصودة، وأي شيء عجبكم فيه إحسان ونال استحسانكم فالفضل أولا لله سبحانه وتعالى أن يسر هذا، والفضل لكل العاملين على اللي شفتوه، واللي إحنا سويناه فقط مجرد نقل الصورة، ما سوينا شيء لولا أنه في إحسان كبير جدا حاصل ما كان ظهر الفيلم بالصورة دي. التصوير قتلت بهذه الحركة. تشكرات كثيرة. 250 طن من المياه يتم نقلها. ولكن قبل التعبئة في
تفتحوا فيه الوايت ويتم التعبئة. خبطتها. طيب لله يا معلم. طبعا هذه المواقف من أرخص المواقف في العالم، مع أنها منطقة ذروة. طبعا في حرص شديد جدا. لسه بيمشي. طبعا عملية نقل الموية من مكة للمدينة، موية زمزم. والله تعبت علشانك. حلو. وفي المختبر يتم التأكد من سلامة المياه أثناء نقلها من المدينة لمكة، ثم من المدينة لمكة. بالضبط. ما هو كل ما حعيد حخبص لك الموضوع. لأنه أوكي، آخر تيك. لا أنا طبيعي. أوكي، طبيعي. أنا ما كيب رول. ماني يعني أم نوت عادل إمام. هي كده عادل إمام ما عرفش منها أصلاً. في 16,000 سجادة. في 16,000 سجادة. كيف يتم إدارتها؟ 16,000 سجادة. عدنا اللفة دي ما أدري كم، 7 مرات. الحلقة 13 من لفة السجاد خلصنا. كيف يتم اوكي انذر تيك احمد. ترى هذا ما كان الشقيري، هذا كان حمدته اللي حودته. طلعوا علينا اشاعات بعدين تقول الشقيري ما ادري ايش بيسوي وما ادري ايش وفين بيروح. This is حمدته. هاي شقيري ايش تبغى؟ اجبي. ايش جاري؟ ايش في؟ ايش جاري؟ الله يهديك ايش جاري. بس يلا ماشي. الوف كده ولا كده؟ كده.